تعالى نروح للأمل بقى. مرضى السكر لديهم أمل. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وافقت على جهاز تقدر تسميه بنكرياس صناعي، ده في نسخته أو في جيله الرابع. خلي بالك أنه النوع ده من الأجهزة كان موجود أجيال زي ما بتقال، ده الجيل الرابع بتاعه، يظبط نسبة السكر لدى المريض طول اليوم، يفضل ظبطه عند المستوى المحدد ليه. بيعمل ده ازاي وازاي يقدر انه يتحكم في هذه النسبة؟ وانا خدت بالي انه كمان ممكن يتظبط قدامي بأبليكيشن على الموبايل، ده انا لازم افهم الحاجات بتاعت التكنولوجيا دي بتسبب لي هوس يعني، ببقى مبهور. دكتور أسامة حمدي، استاذ الامراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد، اهلا بيك يا دكتور. أهلا يا أستاذ يوسف. دكتور أسامة، إيه حكاية الجهاز الجديد اللي هو بيظبط معدلات السكر وكأنه يعني بنكرياس، بس مش بنكرياس يعني، أنا عشان مش من أهل العلم وحضرتك من كبار العلماء في هذا المجال، فأنا جاي لحضرتك أفهم. هو شوف، البنكرياس الصناعي بيقوم بنفس دور البنكرياس الطبيعي في ضبط السكر في الدم. بيبقى في جهاز بيقيس السكر على مدار ال 24 ساعة، وبيدي هذه المعلومات لمضخة الأنسولين، وهذه المضخة فيها لوغاريتمات معينة بتظبط نسبة الأنسولين بالنسبة لنسبة السكر في الدم، وتنزل نسبة السكر إلى المستوى الطبيعي اللي ممكن حتى يحدده المريض. يعني المريض ممكن يقول أنا عايز سكري عند 110، عايز سكري عند 120، الجهاز بيقوم بالدور كله بالكامل في هذا الأمر. يعني الجهاز ده بيعمل استيميوليشن للبنكرياس اللي موجود في جسمي بحيث إنه يفرز كمية الأنسولين اللازمة؟ لا 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 لا، على الإطلاق، ما فيش حاجة من هذا القبيل. الجهاز كل شغلته إن هو يضخ الأنسولين داخل الجسم، يدي جرعة، يعني بدل ما المريض بالظبط، بدل ما المريض يقيس السكر ويشوف هياكل قد ايه ونسبه النشويات ويحسب الجرعه ويحقن، كل هذه الامور تقريبا منتهيه. يعني الجهاز بيعمل كل هذه الامور بالكامل. ده معناه يعني ان في كبسوله بتبقى مزروعه في جسمي، بيدي الجرعه وبيعمل كلها. ده معناه يا دكتور ان في كبسوله انسولين بتتزرع في جسمي بتبقى موجوده والجهاز بينظم تدفق الانسولين ده؟ لا 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 لا، ده حاجه ثانيه خالص. امال ايه؟ الجهاز هو عباره عن مضخه بتضخ الانسولين تحت الجلد. يعني بتعبأ بالانسولين، بتحط فيها حوالي 200 وحده او 300 وحده انسولين، وبتتغير كل 3 ايام، وبيطلع من هذه المضخة أسطرة رفيعة جدا، في نهايتها إبرة بتتحط تحت الجلد، وبعدين في جهاز تاني بتشبك في الجسم. هذا الجهاز بيقيس السكر على مدار ال 24 ساعة، بيبعت النسبة بتاعت السكر للمضخة، والمضخة تبدأ تحقن الأنسولين زي ما البنكرياس بيفرز الأنسولين في الوضع الطبيعي. طيب هل ده غالي يا دكتور أسامة؟ هو طبعا غالي، يعني في الوقت الحالي طبعا غالي ومكلف جدا يعني في الوقت الحالي، لكن في المستقبل اسعار هذه الاشياء كلها هتبقى اقل بكثير. هل ده هيبقى جاي لنا او هنقدر نجيبه قريب في مصر؟ شوف، انا اقول لك حاجه، يمكن انت انا اول واحد اقولها له هذا الكلام. احنا بنسعى سعي كبير مع ناس من اهل الخير، ان احنا نحاول نجيب هذا واحد من هذه الاجهزه الذكاء الصناعي الى مصر، وانها نقدر ان احنا نكفر الكوست بالكامل، يعني المريض ما يدفعش اي شيء. فنتمنى ان شاء الله، يعني ده مجهود احنا بيتبذل في الوقت الحالي، وانا اتكلمت فعلا مع بعض هذه الشركات ومرحبين جدا ان هم يجيبوا الجهاز لمصر ويجيبوه كمان بسعر اقل، يعني بسعر يمكن تكلفته، بحيث ان احنا ممكن نبدا نستخدمه ان شاء الله في المستقبل للاطفال. انا بعتبر يعني كل طفل في مصر
عنده سكر من النوع الأول ده زي يعني ابني أو بنتي. طبعا طبعا. ده أشكرك يا دكتور ألف 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 شكر على الدور اللي بتقوم بيه أولا، وطبعا أشكرك جدا على هذه المكالمة دكتور أسامة حمدي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية.